لا أستاذ محمد، بكل تأكيد يعني إيران وحلفائها لديهم من الحكمة والتعقل ما يكفي لعدم منح نتنياهو هذا طوق النجاة. لا بكل تأكيد، يعني هذا المجنون هو يتصور أنه يستهدف الشهيد إسماعيل هنية في إيران ليجعل إيران ترد، وبعد ذلك يرقم الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل وأن تشتعل المنطقة. هذا لن يحصل بكل تأكيد، اللعبة ستكون دقيقة، الرد سيكون دقيقا بالرغم من أنه موجعا يجب أن يكون. يعني نحن لدينا تجربة طويلة مع إسرائيل، هي ليست الجريمة الأولى من 1979 حتى اليوم. إسرائيل تعاملها مع إيران وحلفاء إيران كله جرائم وقتل وإرهاب. فأنا أتصور يعني حتى هناك نقطة مهمة لو تسمح أيضا، يعني إسرائيل أنا لا أتصور أنها حقيقة قادرة على حرب إقليمية كبيرة وواسعة. هي تريد هذه الحرب، ولكن هي تريد أن تزج بالأمريكيين، بالجنود الأمريكيين والقيادات في القوات المركزية الأمريكية وقوات الناتو، تريد أن تحرقهم وتجعلهم وقودا لسواد عيون نتنياهو.